رجعنا لكم لفقرات عالم الصباح، ومثل عم تشوفوا الصورة هون هيدي بمنطقة صيدا اللي بتصور هلا. رح يكون في فريق غطاسين يعني متطوعين للغطس لحتى ينقذوا الأشخاص اللي صاروا تحت المي. هيك بالمبدأ لازم يكون، ما بعرف إذا في إدارة جيدة أو في وعي لهذا الموضوع. بدي أقول صباح الخير لكارلا، ولكن بدنا نذكر الأشخاص انه انتبهوا على حالكم بالطريق، وانا هذا انا عم اقول فيكم ما تاخذوا برايي، ما تنزلوا على الطريق وما تروحوا على الشغل ويخصموا لكم مصرياتكم، وحملوا شاي واشربوا شاي بالبيت واحضرونا. ايه رح نجرب نشوف كمان غير مناطق، بس انه هذا اكزامبل صغير عن اللي عم بيصير بلبنان. على كل حال وصلنا لفقره خفيف نظيف، ورح نحكي عن الكحول وتاثيره على الجسم وقد ايه في كالوريز. ما تهربوا، خلوكم معنا. صباح الخير كارلا. حسيتك رح تهربي قبل الاستديو. صباح الخير لك رولا ولكل المشاهدين، ان شاء الله ما يكونوا كتار على الطرقات اللي شفناها، مثل ما نحن هلا كمان قطعنا كل المستنقعات. موضوع الكحول موضوع كثير شائك طبعا، في قبل ما طبعا خطر انه مشكله الكالوريز اللي بتتكاثر وبتتراكم للاشخاص اللي بيشربوا كثير كحول، في ضرر كثير كبير على الجسم. صحيح. على الكبد، على الدماغ، حتى يلي اكثر عم بيشكل مشاكل هو الخلط المزيج بين الكالوريز والانرجي درينكس اللي عم نشوفهم، وهالشباب بيكونوا عم بياخذوا كمية زيادة من الألكول، لأنه الأنرجي درينك أو هالمواد اللي بمشروبات الطاقة بتعطيك إحساس خاطئ بالنشاط، وأنه أنت واعية ومسكرتي، بقى بتصفي أنت عم تتخطي الحدود المسموحة، ومفكرة حالك أنك إنسان بكامل وعيك. رح نشوف خلال هالحلقة قديش كمان تفرق بين شخص للتاني، قد بيقدر يتحمل. يعني في اشخاص يمكن من مشروب واحد كحول بيوصلوا لدرجه بيكونوا هن وعيهم مش مظبوط، وما عم بيقدروا صح لا يكون عندهم توازن مظبوط، او يكون عندهم تفكير صحيح لحتى يسوقوا او يتحركوا. رح نبلش بس بالاول نحكي عن شو هي كمية وقتها نحكي كيس من الكحول. المشكلة الكبيرة بس بتفرق بين انواع الثانية، هلا بين انواع والثانية، مشان هيك نحن جربنا نفرج اذا شافي كمان معي بتفرق وقتها نقول كيس نحن واحد، بتفرق اذا عم نحكي كيس ويسكي او مبيد او مثلا بيرة. الجرعة شو هي الجرعة او اللي بنسميها الكمية اللي بتطلع وان درينك؟ مثلا وقتها تحكي عن المشروبات مثل الويسكي، مثل الجن، مثل الفودكا، رح نشوفهم كمان كل واحد لحال بعد شوي، هي بتطلع حوالي بين 30 وال 40 ملليلتر اللي بيطلعوا اذا بالاونسز تقريبا 1.5 اونسز. هيدا بيطلع درينك واحد. هلا اذا انت اخذت دبل شوت، يعني بدك تدوبليهم هدول على اثنين، وانت عم بتشوفي كمان السعرات الحراريه بالمقابل رح نرجع نذكر فيهم. كيس المبيد هو بيطلع 5 اونسز او حوالي ال 150 مللتر. اما البيره هي اجمالا البيره كان لازم تكون 8 اونسز يعني 240 مللتر، بس هلا ما بقى في اكثريه قنين البيره بيكونوا 12 اونس او 330 مللتر القنينه، وكمان وقتها انت تعبيها بالكيس الكبير بتطلع حوالي هالقد. هلا بتتراوح السعرات الحراريه بين ال 150 تقريبا كالوريز مثلا للبيره، بين 140 وال 150، اقل شوي. بس هلا لايت، اللايت بتصير اقل، اللايت بير بتنزل تقريبا ل 120 او 110 سعرات حراريه او كالوريز، وطبعا البير المبيد اقل شوي حوالي بين ال 100 كمان وال 120 حسب النوع، ولا بنحكي عنهم اكثر. والويسكي
كمان حسب قديش عم تاخذي، بس بهيدي الكميه كمان بين بحدود ال 100 كالوريز. المشكله اقل من الواين، اقل هو منه اقل من الواين، تقريبا نفس الشيء. اذا لاحظتي كلهم بيتراوحوا بين ال 100 وال 120 او ال 150. ليش؟ لانه نحن بنحسب على قديش في الكول. يعني وقتها نحسب انه البيره فيها 5% بين ال 4.5 و5% الكول، بدك تحسب انه كل تقريبا جرام من الالكول، يعني تقريبا بيطلع وزنه يعني اذا قلنا مليليتر، تقريبا مليليتر واحد بيعطيك 7 كالوريز. مشان هيك بيجمعوا، يعني اذا انت بالبيره عم تاخذي كميه كثير قليله، يعني ما عم تاخذي اكثر من 100 مليليتر من البيره، وهدول فيهم 5% من الالكول، اوكي ما بيجمع لك كالوريز كثير. بس ما حدا بيشرب 100 مليلتر بيره، يعني نص كبايه. ثلاث ارباع الناس بيشربوا الكبايه الكبيره اللي هي بتطلع تقريبا مثل ما قلت لك 300 مليلتر، بتوازي حوالي 150 كالوريز. بينما المبيد بالكميه الاقل فيها 150 مليلتر، لان فيها الكول اكثر، فيها 12% كحول. ووقتها تحسبيهم 12% كحول ضرب انه بتحسبي 12 ضرب 7 يلي هن 7 كالوريز بكل جرام، بيجمعوا لك 150. طب بينما الويسكي والجن والفودكا فيهم تقريبا 40% كحول، مشان هيك بهالكميه الصغيره اللي هالقد بيطلع لك 100 سعره حراريه. بس وقتها بيكون عم يعملوا حميه غذائيه اوقات في عندي اصحابي يعني بيحطوا لهم، بيطلع لكم تنقول كاسين واين او البيض بالاسبوع. مزبوط. ليش؟ لانه نحن عم نحسب انه الكاس فيه 100 سعره حراريه، يبقى اذا اخذت انت كاس واحد كل يومين او ثلاثه بتقطع. هلا صحيا يفضل انه الواحد ما يتناول اكثر من للسيدات اكثر من كيس او كيسين للكثير من المشروبات الروحيه، وللرجال ماكسيموم 3. هلا وقتا نرجع نحكي نفصلهم، رح نرجع نشوف الصور انا وياكي رولا لحتى نفسر انه نحن ما بنشرب هالقد. لسوء الحظ الناس وقتا يشربوا كحول بيشربوا اكثر بكثير، بيتخطوا المطلوب. بقى رح نبلش بالمبيد. هيدا الكيس نحن اللي عم نقول الستاندرد، او هيدي الكميه يلي او الكيس اللي معترف فيه، هيدا 150 مليلتر. هلا طبعا في عندي كيس ارفع بقى بتعبيه اكثر. ونرجع بنذكر بالسعرات الحراريه، مثلا الواين يلي هو الاحمر حوالي بين شيء 96 لل 100 سعره حراريه، اذا كان ابيض اقل شوي، واذا كان مبيد حلو سويت واين بيطلع اكثر لان بيكون في سكر اكثر، 126 سعره حراريه. هلا الكحول صحيح هي بتصير من وراء السكر، السكر بيتخمر وبيصير كحول، بس السعرات الحراريه تقريبا مش مثل الكربوهيدرات العاده النشويات يلي كل جرام نشويات بيعطيك 4 كالوريز، بالكحول جرام 7 كالوريز، يعني تقريبا قد الدهون. مشان هيك كثير لازم ننتبه. الليكار مثلا اذا عم ناخذ ليكار بتوصل للسعرات الحراريه بكميه كثير قليله، يعني ب 30 مليلتر حوالي 188 او 200 يعني سعره حراريه بكميه هالقد. رح نكفي حرام الاشخاص مشان هيك انت شربوا كثير. بقى هلا عم نوعيهم يا جماعه انتبهوا، ما تتفاجئوا، لانه الناس بلا ما ينتبهوا بس بمجرد انه عم بكثروا من المشروبات الروحيه ممكن انه ياخذوا بنهار أكثر من 600 وحدة حرارية، والبعض منهم ممكن ياخد 1000 إذا تعدوا الكميات. هلأ بتشوفي مثلا الويسكي، هيدي كمان الستاندرد اللي هو تقريبا 1.5 أونسز أو 1.5 أونس اللي بيطلعوا حوالي 40 أو 45 مليلتر. كمان هيدي مثل الفودكا، مثل التكيلا، مثل الجن. إذا بدك تحكي فودكا صار كمان في ناس بخلطوا معهم، بخلطوا. هلا هون انت عم تاخذي الفودكا اللي هي لنقول 100 مليلتر بشوت وحده ضرب
كل شيء سكر بالعصير او بالمكس اللي زايدين. وكمان بنكفي بنشوف باقي المشروبات عندنا الفودكا، هيدا مثلا، لا هيدا مش، هيدا فودكا ميكس هون. بس بدي اقول لكل الاشخاص اللي بيحطوا فودكا مثلا مع مشروبات غازيه، انه المشروبات الغازيه بتخلي الواحد يوصل للالكول على دماغه أسرع. بقى من هيك بحس حاله داخ وزاغ أسرع، ومن كيس واحد أفضل أنه أسرع مع أنه يكون ساك؟ أحسن من أسرع، لأنه الغاز الأسيد والغاز بيزعج المعدة أو جدران المعدة، وبالتالي بيوصل اسرع على الـ على الـ على الدماغ. هلا في بعض انواع الاشخاص بحطوا، لنقول شيء مثل في بقلبه فيتامين سي، ان كان عصير البردقان او حامض، انه ليضل الواحد مصحصح، هيدا ما بيمنع. او شيء في كافيين لحتى انه ما يخفى او ما ينعس او ما يسكر بين هلالين، رح اقول لهم انه هالشيء ما رح يمنع انه يوصل الالكول على الكبد. لازم نعرف انه جسمنا بيقدر، الكبد بجسم الانسان بيقدر يتخلص من كيس مثلا فودكا او جن مثل ما مبين معنا، بده ساعة. يعني تصوري انت اذا بساعة شربتي 3 شوتس فودكا، ممكن تشربي اكثر بكثير، قد ايه بده كبدك وقت لحتى يكسر هالمشروب ويظهره من جسمه. شو بيصير اذا انت بهالساعة شربتي اكثر من طاقة جسمك؟ بيتسرب فائض هالالكول لقلب الدم، ومن الدم للدماغ. رح نكمل بسرعه باقي الصور لحتى اهم الكوكتيل اللي حكينا عنه. مثلا تقول لك اذا عندنا مارغريتا، كيس من المارغريتا بيعطيك فوق ال 150 سعره حراريه، تقريبا 170 سعره حراريه. هون بدك تحسبي، لانه في ميكس كذا الكول، يعني بيحطوا فيه يمكن جن وتكيلا والحامض وملح، ما راح ياثروا كثير كالوريز، بس مزيج الكوكتيلات. البينا كولادا مثلا بيعطيك 460 كالوريز، لانه البينا كولادا في كريم بالاضافه للليكر وللجن. يعني انت عم بتحطي بميكس واحد 3 4 أو 5 يونتس من الالكول. يعني انت بدك تعملي تايم ستري، صح، كيس ووقفوا اكيد 100% احسن. البيرة كمان، لانه البيرة ما فيها الكول كثير، وبتحسي حالك انه اوكي فيك تشرب 2 3 4. بنذكر انه كباية من البيرة من هالحجم بتعطينا حوالي 150 سعرة حرارية، اذا كانت لايت بصيروا 110. بس كمان انتبهوا بالبيرة، وقتها نوصل لاثنين او ثلاثة، يعني نحن كترنا كثير من الالكول. وباخر شو مفضل معنا وقت رولا، بس بدنا نفرجي مخاطر الشرب. يعني بس تطلعي انت على هالصورة وشوفي انت كيف ممكن انه الواحد وقتها ياخد مثلا كيس او كيسين من الالكول، قديش بتصير، كيف بتصير تزيد نسبة الكحول بالدم، وشوفي كيف بتأثر على وعينا وعلى جسمنا. يعني انت بديك تقولي من اول كيسين بتشربيهم، عند السيدات حتى من كيس واحد ببلش ما تكون بتصيري ما بقى فيك ترد بسرعه، بتصيري كل مثلا نظرك بصير بيتاثر. وقت توصل ما بتاثر على فكره الاشخاص اللي معودين يشربوا، بصير بلا اللي معودين يشربوا بيتحملوا اكثر بس اجمالا وقت تطلع وقت تشوفي هون عندنا دق الاحمر هون بالاحمر، يعني انت ابتداء من ثالث كيس بلش نسبة الكحول تصير كتير عالية بالجسم، واللي هي وصلت ل 0.08، واللي هيدا المستوى المسموح فقط بهالقد وأقل مسموح بالبلدان الأجنبية إنه تقدر تسوقي فيهم. فوق هالنسبة ممنوع تسوقي بالسيارة. يعني في عنا هون صح 100%، لأنه بس هون أنا بدي أقول يعني للأشخاص اللي بيشربوا 5 6 كاسات وعشر كاسات بسهرة واحدة، بدي أقول لهم هي ما بقى في خطر بس إنه إذا ساقوا أو ما ساقوا، هو في خطر إنه جسمهم قديش هيدا المادة السامة اللي هي الكحول قد ايه قادر يتخلص منها. جسمك ما رح يقدر يتخلص منها بأقل من 24 ساعة. بقى أنا بفضل الأشخاص اللي بيشربوا كحول ما ياخذوا أكثر من
كيسين على الجلسه ما يجمعون قد ما فيهم ينظفوا جسمهم ما يجمعون بجلسه واحده ومثل ما قلتي اذا شربوا كثير لازم يقعدوا نهارين بلا ما يشربوا ابدا مزبوط الشاي كثير منيح ثاني نهار اذا بيشربوا شاي وعسل شاي اخضر بدك تشربي كثير سوائل لحتى تمنع التجفيف لانه الكحول بيسبب ديهايدريشن او بس شاي اخضر وعسل وهيك بدك تشربي سوائل شو ما كانت بس ما حيصيروا اليوم بكيس واين هيك خرج الطقس يعني هلا كيس واحد هي اللي بيشربوا مش اكثر شكرك كارلا وبدنا نتوقف هلا مع فاصل اعلاني ومن بعده ارض وورد مع كيندا